من عمق ترابنا المجبول بالشهادة، من بين أساطيرنا رجالنا، أحبكم كما أنتم من روح الإله. وكيف لا تكونوا وأنتم سوريون؟ شكراً لذهب وقتكم يلمع فوق جبيني بعد يوم حافل معكم. شكراً لكم. أنا جاي أعيش لحظة شو حاسس فيها لقدر المستطاع طبعاً، لأنهم صارلهم كتير. يعني أكيد مو مجرد يوم أو بضع ساعات أنا حقضيها معهم اليوم إن شاء الله، إنه حقدر إيش اللحظة هاي، لكن على الأقل جاي أتبارك. وحده صهيل زندك فوق الزناد ينثر لنا الجهات الآمنة، وحدها هامتك تحلق فوق هامات المهالك، تصطاد لأطفالنا فراشات لغد أفضل. وحدك تختار الوقت المناسب لتسكب حفنات دمك، وحدك يوم ضاق علينا الزمان كقبر فتحت قلبك مظلة وغطيت البلاد من زمهرير القذائف. وعنده هاي حلبي أصيل، عنده حبة حلب والله. كم واحد خاطب اليوم؟ جد كم واحد فيكم خاطب؟ واحد واحد وريه إيدك. مشروع 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 ما في لحمه. انا بدي اعمل فرش انا عم دور على اللحمه. عندي بيت وارض صغيره فانا الان يسكنني الامان، لا ابيع ارضي بذهب الارض، تراب بلادي تراب الجنان، لا ابيع ارضي بذهب الارض.